السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. يعمل عبد الرحمن مواعد سائق تاكسي صغير في القنيطرة. في العام 2007 كان قد امضى زهاء 10 سنين في تلك الحرفة، هو الان في 35. ما كان يميزه عن سواق سيارات اجرة كثيرين انه من بين قلة حاصل على الإجازة في الآداب، وكثيرا ما أركب معه مثقفين ومهتمين بالنتاج الأدبي، وصارت بينه وبينهم مناقشات لطيفة. هي فسحات كان يستحضر فيها مناقشات طالما شارك فيها مع زملاء له في مدرجات الجامعة. يهوى الشعر العربي، يحفظ منه الكثير. تزوج منذ 3 أو 4 سنين ورزق بمولودة سماها ياسمين. عدا ما سلف لم يكن في حياة هذا الشاب ما يلفت الاهتمام. منذ أن تزوج صار يفضل العمل ساعات النهار، حتى إذا ما حل المساء عاد إلى مسكنه في حي الأمل بعد أن يشتري حليبا وبسكويت تحبه ياسمين. حين يصير النهار أطول في فصل الربيع وفي فصل الصيف كان يشاهد وهو يمسك بيد ابنته الوحيدة غير بعيد عن العمارة التي يسكن في طابقها الثاني. لا يشارك عبد الرحمن في سيارة الأجرة تلك سائق آخر. كان والده لما طال انتظاره الحصول على وظيفة قد اشترى له السيارة وساعده في استئجار رخصة من أرملة تسكن في الرباط. صباح 7 يونيو وكان يوم خميس غادر عبد الرحمن منزله في حدود 6:30 صباحا، وكما اعتاد على ذلك فإنه توجه إلى المحطة الطرقية، وقد صادف في طريقه امرأتين كانتا تريدان إلى مكان قريب. في باب المحطة توقفت 5 أو 6 سيارات أجرة في انتظار وصول مسافرين. ركن سيارته وأخرج كتابا وانهمك في قراءته. قدر أنه ظل يقرأ ما يقرب من 20 دقيقة لما أخرجه من عالمه الجميل شخصان فتح أحدهما الباب الأمامي بينما جلس مرافقه في الكرسي الخلفي. ظن أن الرجلين اللذين تقول ملامحهما إنهما لم يتخطيا 30 وصلا لتوهما إلى المحطة. لاحظ أنهما لم يكونا يحملان متاعا. نطق الذي جلس في الكرسي الأمامي وقال إنهما يريدان الذهاب إلى حي المعمورة. قبل أن ينطلق نظر في عيني الرجل، لم تكن نظراته تبعث على الارتياح. في المرآة العاكسة ظهر له صاحبه ولم يكن وجها بشوشا. شغل العداد، يعلم أن زملاء له في الحرفة لا يشغلونه. ظل صامتا كما الزبونين، ثم لما كان يقترب من مبنى بنك المغرب في شارع محمد الخامس نطق الذي في الكرسي الخلفي وقال إنهما يريدان الذهاب إلى شارع طارق بن زياد. قالها وربت على كتف صاحبه. لمح عبد الرحمن في المرآة العاكسة ابتسامة عرت على أسنان بها تسوس لا تخطئه عين. كان ما قام به الرجل مما زاد شكوك عبد الرحمن. لم تكن حركة السير قد بلغت وتيرتها المألوفة، ولذلك وصل سريعا إلى شارع طارق بن زياد في حي المعمورة ينتظر أن يطلب منه أحدهما التوقف. خفف السرعة، ولما بلغ تقاطع شارع طارق بن زياد مع زنقة إدريس الأكبر طلب منه الذي بجانبه أن يدخل في تلك الزنقة. يكاد يجزم أنهما ما ساقاه إلى هناك إلا بغرض الاعتداء عليه. تجاوز إقامات الدرك. نطق الذي يجلس في الكرسي الخلفي مخاطبا صاحبه، هل نسيت المكان؟ في المرآة العاكسة لم يكن يظهر سوى ذقنه الذي لم يحلق منذ أيام فيما يبدو، وأسنانه التي بها تسوس. لا، لم أنسى المكان، رد عليه، ثم طلب من عبد الرحمن أن يواصل. يحدث نفسه بأنه لا يملك من بديل غير مسايرتهما. واصل، ثم ظهرت ثانوية بن سينا. وصلوا نهاية زنقة حسان بن ثابت، فضاء به القليل من البناء. توقف هنا، قال صوت الذي بأسنانه تسوس. بعد أمطار قليلة توقفت السيارة. الآن
يتوقع الأسوأ، ولكنه يحاول أن يبقى متماسكا. نزل الذي كان بجانبه وأغلق الباب، ظن أنهما لن يدفعا له مستحقه. يقول لنفسه: ليس ذلك هو الأهم. ثم فتح الذي في المقعد الخلفي الباب، وقف وقال له: كم علينا أن ندفع؟ فوجئ ولذلك تردد قليلا قبل أن ينظر إلى العداد: 8 دراهم. أخرج الرجل من جيب سرواله 10 دراهم، تناولها عبد الرحمن وألقى بها في صندوق صغير، أخذ منه 2 درهم مدهما إلى الرجل الذي شكره وقال له أن يحتفظ بهما. مشى الرجلان نحو بناية كانت على بعد 20 مترا، بينما عاد عبد الرحمن من الطريق التي جاء منها. يلوم نفسه الآن لأنه أساء الظن بالرجلين. يستحضر لحظات الخوف تلك التي لم يعش مثلها منذ أن صار سائق تاكسي. الساعة تشير الآن إلى 8:45. حركة المرور في ذروة. كان يسير في شارع محمد الخامس. من زنقة سبتة خرج شابان، رجل وامرأة، يحملان حقيبتي ظهر. توقف. كان عليهما أن يعبر الطريق. رآهما يتقدمان نحوه، ولما وصل نزل وفتح صندوق الأمتعة. أنزلت المرأة أولا حقيبتها، ساعدها في وضعها في الصندوق، ثم تخلص الرجل من حقيبته. ركبا معا في الكرسي الخلفي. بفرنسية بها لكنة إنجليزية ظاهرة، طلبت المرأة الشابة من عبد الرحمن أن يمضي بهما إلى المحطة الطرقية. ما أن انطلق حتى انخرط في حديث بالإنجليزية لم يفهمه كله، ثم سأل المرأة بالفرنسية عن وجهتهما. لم ترد فورا، ثم قالت إنهما يريدان إلى تطوان. لم تستوقفه الوجهة التي يقصدانها. لما وصل المحطة لاحظ وهو ينزل حقيبة الظهر الزرقاء التي كان يحملها الرجل أن بأسفلها بقعة تشبه بقعة دم، كانت ثقيلة أكثر مما يوحي به حجمها. قبل أن يخرج حقيبة المرأة من صندوق الأمتعة لاحظ أن بأرضيته بقعة دم كتلك التي يحملها أسفل حقيبة ظهر الرجل. ما هذا؟ سأل عبد الرحمن. لا شيء، ولكنه دم يا سيد. تظاهر بأنه يفحص البقعة، ثم حمل الحقيبة ووضعها على ظهره. كان عبد الرحمن ينظر إليه مشدوها. أدار الرجل ظهره مغادرا، ولما هم به أخرجت المرأة قنينة بخاخة ووجهت إلى وجه عبد الرحمن رشات متتالية. لم يتماسك وهوى على الأرض بجوار سيارته، بينما أسرع الرجل والمرأة الخطوة نحو المحطة. غير بعيد شاهد رجل ما حدث لعبد الرحمن. رأى الرجل والمرأة يحملان حقيبتيهما ويدخلان مسرعين إلى المحطة. مشى خلفهما وأبلغ الشرطي الذي كان بالباب. أبلغه بأن تلك المرأة رشت وجه سائق التاكسي بمادة مخدرة جعلته ينهار. نهض الشرطي ومضى مع الرجل حتى وقف على سائق التاكسي المجندل على الإسفلت. كان صندوق الأمتعة مفتوحا. طلبت سيارة إسعاف. دخل الشرطي إلى المحطة علّه يرصد الرجل والمرأة اللذين سرعا عبد الرحمن، ولكنهما لم يظهرا، ولعلهما ركبا حافلة انطلقت. قام الشرطي بجولة في المحطة، بل إنه صعد إلى عدة حافلات دون أن يعثر على أثر للشخصين. في المستشفى قدمت لعبد الرحمن الإسعافات واستعاد وعيه. كان يعاني من صداع رهيب، ولما خف ألمه جاءه مفتش شرطة ليسمع منه. قال إنه فوجئ ببقعة دم في أسفل حقيبة الظهر التي كان يحملها الرجل الذي يظنه إنجليزياً، ثم لاحظ بقعة مثلها على أرضية صندوق الأمتعة. ولما استفسر باغتته المرأة بأن وجهت إلى وجهه مادة كانت في علبة بخاخة. الشهادات التي تم استقاؤها في المحطة من المنادين والحمالين وباعة مناديل الورق مكنت من خلاصة تفيد بأن الرجل والمرأة ركبا الحافلة التي كانت منطلقة إلى تطوان.
تكثفت الاتصالات بين المصالح الأمنية لتسريع الوصول إلى الظنينين. في مدخل القصر الكبير استوقفت الحافلة عند حاجز للدرك. لم يكن صعبا رصد الشخصين اللذين يجري البحث عنهما. كانا من جبل طارق، أنزلت حقيبتاهما. فوجئ الجميع ببقعة الدم التي ارتسمت على أرضية حجرة الأمتعة. أحاط بالرجل وبالمرأة رجال الدرك بينما تم فتح حقيبة الظهر المشبوهة. في عمقها تحت أكوام من ملابس أغلبها اتسخ تم اكتشاف رأس خنزير بري لف في أكياس بلاستيكية. في تلك الحقيبة اكتشفت أيضا مخدرات صلبة وبضع قارورات صغيرة من زيت القنب الهندي. في حقيبة المرأة عثر على كمية من عشرات الجرامات من الكوكايين. كان لغزا رأس الخنزير. اعترف الرجل بأنه حصل عليه من شخص في القنيطرة أكد له أن وجود رأس خنزير بري جز حديثا يحصن كل مادة يراد تهريبها. توبع بتهمة الاعتداء على عبد الرحمن سائق تاكسي باستعمال مادة محظورة وبتهريب وترويج الكوكايين.